تحدثنا من قبل أن اليوم الأخير في مهلة تسجيل الأطفال في الهوية الإماراتية كان بالأمس، وبسبب الضغط الرهيب الذي شهده نظام التسجيل والذي منع الكثيرين من إتمام هذه العملية، قررت هيئة الإمارات للهوية تأجيل المهلة ل 72 ساعة. سجلت عيالك انت؟ سجلت عيالي الحمد لله. الامور طيبه؟ الامور طيبه. اذا الحديث طبعا عن هذا الموضوع اكثر، تنضم الينا عبر الهاتف السيده عائشه الريسي مديره العلاقات العامه والتسويق بالانابه. صباح الخير. صباح الخير. صباح. خبرونا عن هذا التاجيل اللي استوى خلال هاي الفتره الان. الو الو استاذه عائشه، بالنسبه للتاجيل، سوري ما اسمعكم عادل، بس التأجيل اللي تم الآن، يعني الضغط متواجد وكثيف بالنسبة لمراكز التسجيل، خبرونا عن الإجراءات اللي استوت الآن. طبعا في البداية أن قامت هيئة الإمارات للهوية بتمديد مهلة تسجيل الأطفال المواطنين والمقيمين دون 15 سنة على مستوى الدولة لمدة 72 ساعة، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر الجاري. إن هذا التمديد جاء تلبية لمطالب شريحة من أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن، وحرصها على كسب رضا المتعاملين عبر تجنبهم الوقوع في رسوم التأخير. وجاء هذا التمديد في ضوء الإقبال اللافت لتسجيل الأطفال في مكاتب الطباعة خلال الأيام الأخيرة للمهلة، والذي أدى أمس إلى ضغط على خدمة نقودي الخاصة بنظام الدفع الذي تديره شركة إمارتك لتكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية. ما تسبب في عدم تمكن عدد من المتعاملين من استكمال عملية دفع الرسوم في بعض المكاتب. وكما اعتدنا فإننا نحث أولياء الأمور على انتهاز هذه الفرصة والمسارع على تسجيل أطفالهم في بطاقة الهوية عبر أكثر من 1200 مكتب طباعة منتشرة على مستوى الدولة، داعية لتسجيل الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم خلال العام 2012 بالتزامن مع تجديد إقامتهم. شكرا لك يا عائشة الريسي مدير العلاقات العامة والتسويق بالإنابة على هذا التوضيح. شكرا.